الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة مع تنظيف نخل المتشردة، واحنا بنشيل الجريد اللي هو نازل تحت، والجريد ده بصوا حضراتكم هيبتدي ينشف، فهنشيل كده الحاجات اللي هي ناشفة والحاجات اللي هتنشف، يعني في حاجات ناوية تنشف احنا هنشيلها. احنا دلوقتي بنشتغل بمقص العقلة، اهو مقص العقلة ده حضراتكم ممكن نشتغل بالمنشار، ممكن نشتغل بالمنشار. في الجماعة بتوع النخل لهم عدة مخصوص، بس احنا يعني بتمشي. اتفضل يا استاذ سليمان، يلا بينا. معانا اخونا سليمان، طبعا انتوا زهقتوا منه بيتهيألي، كل شوية معانا اخونا سليمان، بس هو ان شاء الله راجل مطيع وراجل بيسمع الكلام، وان شاء الله شغله حلو. كده حضراتكم اول نخلة خلصت، ولكن هنوريكم حاجة. نحاول بقدر المستطاع زي ما اخونا سليمان عمل كده، ما نخليش القطع طويل، ما نخليهوش زي ده طويل كده، لا نخليه قصير كده. شايفين حضراتكم زي ما اخونا سليمان كده عمل، فكده اول نخلة خلصت. شوف حضراتكم في فرق بين اللي اتعمل واللي ما اتعملش. دي اللي على اليمين اتعملت، اللي على الشمال لسه هتتعمل. هنشوف كده مع بعض الفرق بينهم قد ايه. بالشكل ده حضراتكم خلصنا الثلاث نخلات. سليمان ممكن تشيل السلم؟ وبالشكل ده حضراتكم خلصنا الثلاث نخلات. شوفوا حضراتكم اكيد الفرق واضح. الله ينور يا سليمان، الله يبارك. وفي النهايه نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.